رمضان كريم مشاهدي قناة الظفرة الأعزاء، متابعين منصات التواصل الاجتماعي، رجعنا لكم ورجعت جوائزنا القيمة. مثل ما عودناكم في شهر رمضان المبارك، كل يوم بنربح ثلاثة أشخاص جائزة نقدية قيمتها 500 درهم إماراتي لكل رابح. اليوم بنعلن عن أسماء الرابحين لسؤال حلقة أمس، واللي كان: من هو بطل مسلسل حق عرب الذي يعرض على شاشة الظفرة في رمضان 2024؟ والجواب الصحيح هو الممثل أحمد العوضي، والرابحين هم شهد علاء، فاتن حارس، وكريمة درويش. ألف مبروك للرابحين، رجاء التواصل معنا من خلال إرسال رسالة على المنصات الخاصة بقناة الظفرة، وسيتم التواصل معكم لتسليم الجائزة.